الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ريكاب. حلقه ريكاب اليوم مخصصه لكل عشاق الكره الطائره. معنا اليوم جين زيدان، بطله لبنان بالكره الطائره ولاعبه نادي المتان. اهلا وسهلا فيك جين. بونجور سافا، ماشي الحال؟ ماشي الحال فارس. جين، انت اليوم بطله لبنان، بس قبل خبرينا اول مره لعبت فيها فولي، شو بتتذكري فيها؟ اول مره لعبت فيها فولي من 15 سنه تقريبا. كنا بلشنا مع كوتش الله يرحمها مدام مورغان، بلشنا معه وهي كانت السبب الاساسي، خصوصي من بعد ما توفيت، انه نكفي ويكفي الفريق. كنا بصف السيزيام واول مره مسكت الطابه هي بصف الستيام، يعني كان عمري تقريبا 11 سنه 10 سنين يمكن. عم نحكي هون كنا مع فريق المدرسة، مزبوط؟ نعم. أول مرة فتت على الملعب فيها كانت أول سنة تعلمت فيها فولي بول، وكنت بلشت مع ناس أكبر مني. كنت أنا دايما كل سنة أطلع كون أنا أصغر وحدة بالفريق، فهيدا الشيء علمني أكسب خبرة غيري، يعني خبرة اللي أقدم مني بالفولي بول، وأكيد اتطور مع الوقت. جين، عرفنا انه مش بس انت بالبيت بتلعب بفولي، عندك اخواتك الاثنين دائما معك بالفولي، قد ايه هالشيء حلو بالعائله؟ هيدا الشيء بالدم بالعائله، بعتقد اخذينه من بيي. بيي لعب 24 سنه فولي بول، فمع انه ولا مره شجعنا نلعب فولي بول، نحن جينا لعنده لحالنا وقلنا له بابا احذر شو نقونا نكون سيليكسيوني بالمدرسه، وطلبوا منا شو مره تتذكري صار شيء مهضوم بينك وبين اخواتك او بالعائله ريليتد للفولي؟ كنا نتشيطن كثير، خصوصي بس نكون زهقانين مثلا بالاوضه نلعب بالطابه. في مره طارت الطابه واجت باللمبه تبع الساعه. هلا في شيء حلو انه مره واحده بس انكسرت اللمبه عندكم بالبيت، انا عندي بالبيت كنت انكسر اكثر بكثير. جين، من بعد المدرسة شاركت مع منتخب لبنان سنة 2010 بالبطولة العربية المدرسية، قد ايه حلو شعور تمثيل منتخب لبنان؟ مزبوط، منتخب لبنان وقتها نحن تنقينا من كذا بنت، خصوصي الدافع الأساسي أو السبب الأساسي اللي خلينا نفوت على المنتخب هو إنه بسنتها ربحنا بطولة لبنان نحن بالمدارس، ومنتخب لبنان كانت إكسبيريونس بتعقد، سافرنا مرتين على الأردن، مرة على الأردن سوري، وكانت بطولة العرب انعملت بلبنان بسنتها، سو هيدا الشيء سبب كان كتير شيء سبيسيال بالنسبة لنا، لأنه اختلطنا مع كذا بلدان مثل مصر، سوريا، الكويت، السعودية، الجزائر، وأكيد اختبرنا اللعب مع غير فرق برات لبنان. من بعد 2010 شو رجع صار بمنتخب لبنان؟ هو كان هيدا المنتخب يوث عرب تشامبيونشيب، يعني المدارس. كان لفئة عمرية معينة، ف اكيد ما بعرف اذا كل سنة عم بيرجعوا بعيدوا هيدا الشيء او لا، ما عندي فكرة بالضبط. جين، شو تعلمت من تجربة منتخب لبنان؟ تجربة منتخب لبنان خلتني اختلط مع غير فرق واكتشف مستوى غير فرق كمان، وبهالطريقة بتقدر تقيم شوي مستوى لبنان مع البلدان العربية، اللي اكيد عندهم اوقات تمارين اكثر، في عندهم سيريسنس اكثر، يعني جديين اكثر بالفرق، وحتى الفرق بتتنقى بطريقة معينة، في طول معين، يعني في اكثر جديه بالموضوع. جين، كيف بتقيم ليج الجامعات يلي بتنلعب بين دوري الجامعات بلبنان؟ هلا الجامعات كثير مهمه بلبنان، وفي عنا اكيد في تفاوت بالمستويات. الافانتاج لحتى الشخص يشترك بالجامعه ويكون هو بارت من هيدا الفريق انه هيدا الشيء بيوفر عليك كمان من قصه الجامعه. السكولرشيب، قد ايه السكولرشيب مهمه هي للاعبين الجامعات؟ صحيح، بيكونوا عم بيدرسوا ايام عم بيشتغلوا بنفس الوقت، وايضا عم بيتعلموا منها، بيكون عندك برسنتج من القصة عم بتوفره على حالك. جين، شو قصه الشباب انه دائما بدهم اياكي معهم بالفريق، واذا عم بيكونوا عم بيلعبوا ضدك بيكونوا خايفين من الجين، ما تضرب الطابع على الجين؟ لانه عذابهم بيروح ضيعان. فسرين لي اكثر. يعني على خصوصي على الفاست اتاك، يعني انا دائما بكون ردي لهيدا الشيء، وانا من يمكن طبيعتي بحب التشالنج، وانه العب ضد شباب على فيليه اطول مني وانا طولي ما كتير بيساعد، هيدا الشيء تشالنجينج كتير وبخليني اتقدم، وبالعكس يعني بخليني اطور حالي واتحدى اللي معي. جين، هون عم نشوف صورك مع
خبرينا اكثر عن هذه الصور. كان دورا هيدا التورنمنت نعمل باليو اس جي مزبوط. كان هيدا التورنمنت كثير سبيشل لإلي، وكان اول مره بختبر جيم نعمل ميكست. كنا ثلاث بنات ثلاث شباب، وهون وقتها فريق اليوزاك ربح الكاس. اكيد عم بلعب مع اهم اللاعبين، عم بلعب مع ادم جات شماس، بول عقل، هن لاعبين كثير مهمين، وهلا كل حدا اكيد بفريق من بلبنان. جين، انت حاليا لاعبه نادي لبنان وربحت لقب بطوله لبنان، كيف بتقيمي هيدي البطوله اللي هي درجه واحده للسيدات بكل لبنان؟ مزبوط. للاسف نحن درجه واحده لانه اكيد العدد كثير متواضع يعني، و ان فاكت لازم يكون في درجات ونتفصل بكاتيجوريات، لانه اكتشفت من بعد ما خدت هالبطوله انه في كثير تفاوت بالمستويات، يعني في لازم يتقسموا بطريقه تكون منتظمه اكثر. لكن هل في عدد لعبات كفايه بيقدوا كذا درجه ولا لا؟ للاسف لا، بس ان شاء الله ان شاء الله العالم تتشجع وببلشوا يعملوا افار اكثر تيعلموا هيدا السبور ويعرفوها للكل مثل ما انا تعرفت عليها. ثانك يو لك جين على هيدا الانترفيو. ميرسي لك فارس. مشاهدينا، هيدا كان كل شيء بحلقتنا لليوم من ريكاب. ما تنسوا تبعتوا لنا كل افكاركم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم بتشوفوها على الشاشه، وانا برجع بشوفكم الاسبوع المقبل بنفس التوقيت واكيد على نفس الشاشه. ومن هلا لوقتها تبهوا على حالكم، سووا على مهلكم. باي.